الاسئله بتاعتنا انا ونهاوند بتتراوح ما بين الرياضه وطبيعه الحال الفن. انا بقى عايز اقف في الفن عند تجربتك مع النجم عادل امام. لان دي ما ينفعش ما نعرفش يعني خلاصه تجربتك دي تقول عنها ايه. والله بص، هي انا دايما اقول عليها ايه، دي يعني مشروع التخرج، او دايما اقول عليها ان هي الشهاده الاساسيه. انت خلاص انت بتقعد تجرب في حاجات كتير مع اساتذه كبار او مع شباب زيك وكده، لغايه لما تيجي فرصه انت ممكن لاول وهله تحس انها اكبر منك. يعني ايه ده؟ هو بجد؟ هو يعني هو اللي مختارني؟ طب هو اللي هو بجد؟ طب هو اللي قال عمرو؟ طب هو طب ليه؟ طب كل الاسئله دي بتدور، بس ما بتساليش كام حلقه، ما بتساليش مساحتي قد ايه. طبعا بعتولي مفيش البتاع ده. فاول ما بتحصل الاستاذ، ما هو كلمه الاستاذ دي بقت ايه، معروف مين الاستاذ. طبعا فبتبقى خضه كبيره جدا الاول، وبعدين بتبتدي واحده واحده تقولي ايه، ما هو طيب، ما هو انا ما بفهمش، بس هو بيفهم اكيد يعني. اكيد هو عارف يختار طبعا. انا ما بعرفش، انا ما عنديش خبره، بس هو عنده خلاص، يبقى هو شايف حاجه صح. فبتاخدي ثقه. اللوكيشن ده كانت الدنيا عامله ازاي؟ اللوكيشن تحفه، يعني احنا كنا في وقت صعب وكل حاجه في 2011 2012، لكن احنا يمكن ده اللي خلانا اكتر نبقى قريبين اكتر من بعض، واتكلمنا في كل حاجه، اتكلمنا في السياسه، واتكلمنا في الدين، واتكلمنا في الفن، واتكلمنا في كل حاجه تتخيلها، عشان الفترة اللي قعدناها مع بعض كانت طويلة جدا، لأنه احنا كنا المفروض نعرف في 2011، ما حصلش نصيب طبعا، تعطلنا فعرضنا في 2012، فقعدنا مع بعض سنة. جدا طبعا. انت ما اشتغلتش مع مجرد نجم استثنائي، انت اشتغلت مع صفحة من صفحات كتاب التاريخ. بالظبط كده، احنا كنا في دولة مش عايز اقول اسمها يعني دلوقتي، خلاص بنصور، وبعدين هم ما بيتكلموش عربي، هم بيدعوا ان هم ليهم علاقه بالعربي يعني، بس هم ما بيتكلموش عربي. بتضحك ليه؟ عشان انا عرفت تقريبا عرفت. اوكي. فقالوا انتوا بلغتهم يعني مين اللي معاكم السوبر ستار ده، مين اللي معاكم يعني؟ فقلنا لهم لا، ده مش سوبر ستار، ده ميجا ستار العرب. فقالوا لنا اكتبوا لنا اسمه بالعربي على جوجل، على التاب كده. فكتبنا اسمه بالعربي على التاب، وهم خدوه وخلاص، وبدانا شغل، واليوم خلص. تاني يوم الشباب دول دخلوا على جوجل بقى بالعربي، فشافوا النتائج بس، ريزلتس، فلقوا مش عارف 46 مليون خبر في. فعايز اقول لك ان هم، احنا رحنا التصوير، احنا بنوصل متاخر، احنا طبعا صيع، والاستاذ بيجي بدري عننا، دي معلومه يعني. فهو قاعد قدام الكرفان بتاعه في الشمس، وهم جايين واقفين صف، وبيسلموا عليه وبوس ايده. يا سلام. يا سلام. يا سلام. ده بس لمجرد ان هم اطلعوا على التاريخ، هم بصوا لقوا نفسهم في تاريخ بقى المنطقه العربيه كلها. فكانت لحظه احنا اتخضينا، احنا انت عارف برضو احنا ايه يعني، مع الوقت كده بيبقى في شويه يعني كله استاذ وبتاع وجو كده، اللي هو يعني ايه، في استهبال كده خلاص، حتى يعني حتى محمد يعني. فبقينا ايه، واقفين نتفرج على المنظر، انتوا يا جماعه، احنا اتخضينا خلاص. هم كشباب صغير عرفوا من حجم الداتا اللي عن الراجل ده، خلاص هو بيمثل ايه في تاريخ المنطقه العربيه. طبعا. بس كانت لقطه يعني خاطفه جدا بصراحه.